في جولة اليوم وصور من الماضي نشاهد مجموعة من اللقطات لأحد أجمل مساجد ماليزيا على الإطلاق، وهو مسجد كوالا كانغاسار. ويقع المسجد في مدينة ديراك، وهو المسجد الملكي للولاية، تم بناؤه في عام 1917. وقد أمر ببنائه سلطان براك إدريس مرشد الأعظم شاه، وذلك بعد أن كان قد نذر بناء مسجد عظيم إن شفي من مرضه، فتم شفاؤه وأوفى بنذره. وقام ببناء هذه التحفة المعمارية التي تجمع ما بين جمال الفن الآسيوي وأصالة ورقي الفن الإسلامي، فجاء هذا المسجد على هذا النحو الرائع. وإلى هنا تنتهي جولة اليوم وصور من الماضي.